نشكر ربنا سبحانه وتعالى لهذا المكسب الكبير وتاني موسم في الدوري، العام الثاني على التوالي ناخد الدوري وخدناه عن جدارة واستحقاق. اولا عدم القيد، ثانيا مفيش لعيبه عندنا، وعندنا بريسفور فريرا المدرب العالمي اللي هو بيدي نصيحه لمنتخب مصر بيقول لهم لازم الشباب. الف الف مبروك لكل جماهير الزمالك في كل حته مش بس في مصر، احنا جايين من الكويت جايين مخصوص عشان نحتفل في وسط نادينا وفي وسط جماهير نادي الزمالك العظيمه بالفوز بالدوري بالسنه الثانيه على التوالي. شيكابالا راجل، حازم امام راجل، زيزو راجل، فتوح راجل، لعيبه نادي الزمالك كلها رجاله، واحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا وخدنا الدوري وخدنا الكاس، واحنا احسن فرقه في مصر وربنا يكرمنا. الف مليون مبروك لشعب الزمالك، الحمد لله الدوري الاصعب في تاريخه، بس الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا، وان شاء الله اللي جاي احلى مع الزمالك. اوه زملكاوي، اقول لكل جمهور الزمالك افرحوا وانبسطوا، الزمالك عمل المعجزه اللي ما كانش حد يتخيلها في ظل الصعوبات اللي واجهته من اول الموسم، ولكن قطار الزمالك وصل لنهايه المحطه، ومبروك لكل جماهير الزمالك. لعيبه رجاله ورفعوا راسنا ورفعوا اسم نادي الزمالك وسياده المستشار ولمت الفرقه تاني بعد ما كنا خلاص بعيد عن درع الدوري، ولعيبه رجاله، وان شاء الله السنه الجايه عشان احنا خلاص تعودنا ان احنا على طول على مستوى التتويج، مش هينفع ان احنا ننزل عليها تاني ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها على طول. بقول الحمد لله رب العالمين، الف الف مليون مبروك لجماهير الزمالك كلها، والف مليون مبروك للعيبه الزمالك ومجلس الاداره، والف مليون مبروك للعيبه الرجاله اللي خلتنا نحس باحسن دوري في تاريخ نادي الزمالك، الف مليون مبروك لجمهور الزمالك. بجد شكرا، فرحونا، شكرا للبروفيسور جسواردو فريرا، وعد ووفى، وشكرا لكل اللعيبه كانوا رجاله لاخر ثانيه. الف الف مبروك لجمهور الزمالك كله وللعيبه كلهم عملوا اللي عليهم، والمستر فريرا طبعا هو اللي عمل الشغل ده كله، والف الف مبروك للعيبه باذن الله الدوري والكاس السنه الجايه باذن الله. احب اقول للفريق الف مبروك لفريق الكوره، والف مبروك للجهاز الفني والمجلس الاداره، بس عايز اقول كلمه ثانيه اضافيه، الناس كلها قالت كلام حلو، انا عاوز اقول ان اللي عاوز يدعو الى التدريس والمنهج يجي يتفرجوا على ماده الزمالك السنه دي عملت ايه. بحب اشكر لعيبه الزمالك الرجاله اللي اثبتوا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه في الدوري ان هم رجاله ويستحقوا الدوري، وطبعا بنشكر جمهور الزمالك اللي احنا منهم طبعا على الوقفه الجميله اللي وقفوا مع الزمالك لحد دلوقتي ولحد اخر العمر باذن الله. بداية كده بشكر مراسلنا الاعزاء محمود جميل ورامي محمد على مجهودهم الكبير جدا اللي عملوه النهارده وتغطيتهم الرائعه لتتويج نادي الزمالك بالدوري، وطبعا زميلتنا العزيزه اللي كانت عامله الفويس اوفر لمياء حمدين اللي كان التقرير اللي عجب حضراتكم منذ قليل.